أهلا بكم من واشنطن في هذه النافذة اليومية لمتابعة آخر أخبار سباق الرئاسة الأمريكية. سنتطرق الليلة إلى آلية سير الانتخابات الأمريكية وعمليات التصويت التي تختلف عن معظم دول العالم، عملية طبعا معقدة حتى بالنسبة للمواطن الأمريكي. سنناقش هذه الأمور وآخر تطورات السباق الرئاسي الأمريكي مع ضيفينا هنا معي في الاستوديو استوديوهات سكاي نيوز عربية في واشنطن، مؤسس حملة مسلمون أمريكيون لدعم ترامب ساجد طرار، ومن القاهرة المدير السابق لمكتب صحيفة الأهرام في واشنطن الأستاذ عزت إبراهيم. مرشح واحد من كل حزب، مواجهة واحدة، رئيس واحد على تطبيق واحد، لتغطية مفصلة للرئاسة الأمريكية. نبدأ الآن بمعرفة آخر التطورات في المشهد الانتخابي مع مراسلنا محمد معوض الموجود الآن في فيرجينيا لرصد آخر تطورات هذا المشهد. محمد، ما هي أبرز مشاهداتك اليوم هذه المرة من فيرجينيا؟ نعم عمر، تعرف أن ولاية فيرجينيا ولاية من الولايات المتأرجحة في هذا السباق الرئاسي، وهناك حملات من الجانبين من الجمهوريين ومن الديمقراطيين لمحاولة حث المواطنين الأمريكيين على التسجيل من أجل التصويت في هذه الولاية يوم 8 نوفمبر، يوم الانتخابات الرئاسية. كما تلحظ في الصورة خلفي هناك مجموعة من النشطاء متواجدون هنا لحث الناس على التسجيل من أجل حق التصويت يوم الانتخابات. بشكل عام ولاية فيرجينيا شهدت حضورا كثيفا من المرشحين الرئاسيين على مدار الحملة الانتخابية، من دونالد ترامب ومن هيلاري كلينتون. طبعا معروف أن هيلاري كلينتون نائبها أو المرشح لنائب الرئيس على بطاقتها هو عضو عن حزب أو الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ تيم كين، ومن ثم يتوقع أن تحصد هيلاري كلينتون عدد كبير من الأصوات في هذه الولاية، لكنها تبقى كما ذكرت لك عمر ولاية متأرجحة. نعم محمد، أيضا ربما ما يميز هذه الولاية كولايات أخرى مثل ميشيغان وغيرها يعني الحضور العربي، الحضور المسلم دعنا نقول. حدثنا عن هذه النقطة محمد. نعم، خلال الاستحقاقين الانتخابيين الرئاسيين الأخيرين أوباما ماكين وأوباما رامني شهدت هذه الولاية تحولا من دفة الجمهوريين إلى دفة الديمقراطيين. بعد أن كانت تصوت تاريخيا للجمهوريين، صوتت لصالح الرئيس باراك أوباما في الانتخابات الماضية والتي سبقتها، وهذا التغير والتحول متصل بما سألت عنه عمرو، وهو التغير الديموغرافي في هذه الولاية التي شهدت عدد كبير، تزايد في عدد السكان من اللاتينيين الأمريكيين ومن العرب والمسلمين، وهو ما أدى إلى تحولها باتجاه الديمقراطيين على اعتبار أنه هذه الأقليات اعتادت أن تصوت لصالح الديمقراطيين، أو كثير من بين هذه الأقليات يصوت لصالح الديمقراطيين في الانتخابات الأخيرة. الحضور العربي وحضور المسلمين في هذه الولاية تزايد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو أيضا مشابه للحضور العربي وحضور المسلمين في ولايات أخرى كميشيغان وأوهايو وأيضا في فلوريدا. كل هذه الولايات المتأرجحة هناك حضور عربي وإسلامي واضح، المسلمين عددهم كبير في هذه الولايات، ومن ثم يشكلون كتلة تصويتية لم تكن كبيرة ولكنها كتلة مهمة في نهاية المطاف. شكرا جزيلا لمراسلنا محمد معوض الذي حدثنا من فيرجينيا إحدى الولايات التي تسمى بالولايات المتأرجحة، وحدثنا عن تأثير
العرب والمسلمين في هذه الولاية. أجدد الترحاب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ ساجد ترار، مؤسس حملة مسلمون أمريكون لدعم المرشح الجمهوري ترامب، ومن القاهرة المدير السابق لصحيفة أو مكتب صحيفة الأهرام في واشنطن الأستاذ عزت إبراهيم. أبدأ معك سيد ساجد، يعني مسلمون أمريكيون لدعم ترامب، ماذا وجدتم في ترامب لتدعموه؟ أولا أود أن أقول لك أنا من بين أولئك الأمريكيين الذين كانوا غاضبين من تلك السياسة التي انتهجت في واشنطن ومن الديمقراطيين بالأساس، فإنهم أتوا بأفكار جديدة، وبرغم من عدم اللياقة السياسية لكنه لديه آراء الذي مثل إدانته التطرف الإسلامي، وقال إننا جزء من الضحايا. أنا أعتقد أن طالبان وداعش قتلوا الكثير من المسلمين أكثر من أي شخص آخر، ولذلك أوباما كان لا يسميهم دائما ولا يريد أن يقاتلهم. داعش تكونت خلال ولاية هيلاري كلينتون في الخارجية، سوريا ممزقة، وهناك العديد من السياسات الفاشلة من قبل الديمقراطيين. لذلك ترامب هو قادر على القتال ويريد أن يتعامل مع التطرف الإسلامي. إذن هذه هي الأشياء التي جذبتني في ترامب وأنا أدعمه. ولكن ألم يزعجك يعني الانتقادات التي وجهها ترامب للمسلمين؟ ألم يزعجك سياسة ترامب وتصريحاته حول منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، تركيزه على مسألة التطرف الإسلامي، وحتى انتقاده للمسلمين الذين لا يعملون بين قوسين كمخبرين على إخوانهم في الولايات المتحدة؟ بما أنه ليس سياسيا وهو قال خلال الأشهر الثمانية الماضية يقول كل ما يخطر بباله، هو يقول ما يعتقده. وبالنسبة لهيلاري كلينتون، منذ 2015 دائما تأتي بخطابات مكتوبة، هذا ما يفعله السياسيون التقليديون. بالنسبة لترامب يقولون له كنصائح اجعل خطاباتك مكتوبة، لكنه يرتجل. بالنسبة للمسلمين، نعرف أن 1.6 مليار مسلم يعيشون حول العالم، لا يمكن منعهم، وهذا ضد الدستور الأمريكي. وهو رجع سياسته في المناظرة الأخيرة وقال إنه يتحدث عن التطرف الإسلامي وعن المتشددين، وهذا له معنى. وبصراحة أن أقول إنني سأجلب مجموعة من المسلمين للقائه ولنحصل على ضمانات ووضوح بأن سياسته تجاه المسلمين ستكون غير عدائية، وأنا لا أعتقد أنه إسلاموفيبي كما يصور. طيب اسمح لي أن أتحول إلى ضيفي في القاهرة الأستاذ عزت. أستاذ عزت، أنت عملت هنا في واشنطن فترة طويلة وكمراقب للسياسة والشؤون الأمريكية، هل تعتقد أن المسلمين يصوتون استنادا لمواقف معينة للمرشح، مواقف تخص السياسة الداخلية أم تخص السياسة الخارجية؟ أنا في اعتقادي أن احنا عندنا أكثر من عامل بيحدد تصويت الصوت المسلم في الولايات المتحدة المسلمين الأمريكيين. أعتقد أنه السياسة الخارجية الأمريكية بتلعب دور. الفترة الماضية لم تشهد تحرك كبير أو لم تشهد تجارب جيدة للديمقراطيين في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط، وده أثر بالفعل على شعبية الديمقراطيين، وبالتالي ظهرت مجموعات ترغب في البديل، والبديل الذي أمامها هو مرشح مثل دونالد ترامب في الوقت الحالي. الأجندة الاجتماعية بالنسبة لأغلبية من المسلمين والعرب في الولايات المتحدة أعتقد أنها
لها أهمية كبيرة، خاصة ما يتعلق بالأمور الاجتماعية التي ظهرت في السنوات الأخيرة مثل حقوق المثليين. وبالتالي أعتقد أنه هناك اتجاه بين عدد من وربما نسبة من الجمهوريين الذين يصوتون تقليديا بسبب الأجندة الاجتماعية لتأييد ترامب في جميع الأحوال، بالإضافة إلى أنه أعتقد أنه كثير من المسلمين ربما على غير قناعة بأنه أشياء سوف تتغير في حالة وصول هيلاري كلينتون للسلطة في الولايات المتحدة، لأنهم قد جربوا في العوام الماضية ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام، كانت على حالها منذ 11 سبتمبر وربما زادت قليلا، وبالتالي هم لا يرون في أنه الخيار بين الاثنين ربما لا يكون خيارا بين طرفين أو نقيضين. هم البعض يرى أنه الفارق أنه في الجانب الديمقراطي هناك كلام معسول وكلام هادئ، ولكن في الناحية الأخرى الرجل صريح وواضح في قناعاته وفي أفكاره. وبالتالي هل أفهم من كلامك أستاذ عزت بأن معظم مسلمي الولايات المتحدة كما السيد ساجد ضيفنا يعني سيؤيدون السيد ترامب؟ لا أعتقد أنه الأمور بهذا الشكل، لأنه بالفعل القاعدة الأساسية أو القاعدة الأكبر التيار الرئيسي بين المسلمين والعرب في الولايات المتحدة بيتجه ناحية الديمقراطيين، لكن مسألة التحول لتأييد ترامب في هذه الظروف أعتقد أنها مسألة مختلف عليها، لأنه ربما تكون الإعلام الرئيسي في الولايات المتحدة ضد ترامب بشكل كامل تقريبا، وبالتالي الدعاية ضده هو متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، زي ما شفنا في بعد المناظرة الأخيرة كان عندما تحدث عن مسألة أنه على المسلمين أن يقوموا بإبلاغ السلطات عما يجري حولهم، أو إذا كانوا هناك شكوك حول أشخاص أو عن أي شيء يشكون بشأنه عليهم الإبلاغ. أعتقد أن ده أثار موجة من السخرية، موجة كبيرة كانت الجانب كبير من المسلمين الأمريكيين، جانب كبير من مشاركتهم خصوصا على تويتر. نعم، طبعا أود أن أذكر مشاهدينا أن بإمكانهم الاطلاع على آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال تحميل تطبيق سكاي نيوز عربية على هواتفهم المحمولة. لمتابعة شاملة للانتخابات الأمريكية حدث تطبيق سكاي نيوز عربية. لاستعراض كافة الأخبار وآخر مستجدات سباق الرئاسة الأمريكية. استكمل النقاش مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد ساجد طرار. استاذ ساجد، يعني أنت من أصول باكستانية أليس كذلك؟ نعم. أنت من أصول باكستانية وأيضا لك يعني كما يقال باللغة العامية بلديات، أحد يعني أبناء وطنك خضر خان هو أيضا من أصول باكستانية. خضر خان له صورة معبرة عندما رفع الدستور الأمريكي وطالب ترامب بأن يقرأ الدستور الأمريكي، وخضر خان من الآباء الذين قتل أحد أبنائهم في حرب العراق في 2004. كيف يمكن فهم موقفك وموقف خضر خان؟ ابن خضر خان أثير موضوعه في هذه الانتخابات، وبالنسبة لي
ترامب ليس هناك أي جدل حول أن كون ابنه بطلا. طبعا هذه سياسة مختلفة. دونالد ترامب قال في مناظرته أنه إذا كان رئيسا فإن ابنه ما كان ليموت، كان سيكون عائشا وعلى قيد الحياة لأنه كان ضد الحرب على العراق. وكلنا في الحزب الجمهوري نقول إنه بطل، لكن ليس هذه الطريقة المناسبة لفعل ذلك. وبالنسبة لنا نقول إن دونالد ترامب يحاول أن لا يجعل حملته تتقود بتلك الطريقة وبتلك الاتهامات، ولذلك أنا أعارض مثل تلك إساءات الفهم، وأنا أقول إنه بطل لأمريكا. ولكن عفوا، يعني لماذا لم يعامل ترامب يعني والدة هذا الجندي الأمريكي المسلم كما يجب أن يعامل والدة يعني بطل من أبطال أمريكا؟ لسببين. أنا أتحدث عن هذا الأمر بتفصيل مرات عديدة. قال ترامب في إحدى المناسبات، وقال ربما، وكان يتحدث عن الأمور الثقافية. وثانيا، عندما كان السيد خان ذهب إلى منصة الحزب الديمقراطي، هذا جعله في معسكر معاد، وترامب عندما يوجه إليه ضربة فإنه يرد ولا يتوقع أن يبكي الآخر عليه. وقال ربما أن زوجته لم يكن مسموحا لها بالحديث، وكان ذلك في إطار الدفاع عن نفسه والهجوم على الحزب الديمقراطي، وكان يحاول أن يجادل ويحرج الحملة الديمقراطية أكثر من كونه مسألة شخصية. وحملة كلينتون جعلت خضر خان كأضحية وقربان في هذه الحملة. من جديد إلى القاهرة مع الأستاذ عزة إبراهيم، ونحن نتابع تطورات المشهد الانتخابي الأمريكي. قرأنا وتوقفنا أمام تصريح لمفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأمير زايد بن رعد الحسين، عندما قال أو وصف تصريحات ترامب بأنها تدل على أنه سيكون شخصا خطرا في حال وصوله إلى سدة الرئاسة الأمريكية. كيف قرأت هذا التصريح؟ وهل يعني تعتقد أنه من العادي والطبيعي أن يتحدث موظف كبير في الأمم المتحدة في هكذا شأن داخلي أمريكي؟ أنا أعتقد أنه التصريح بيعكس أنه حالة قلق في المجتمع الدولي بالتأكيد من ظهور دونالد ترامب في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة لم تكن تحتاج إلى مزيد من الجدل حول هذه المسائل، مسائل حقوق الإنسان. بالتأكيد الموقع مفاوض حقوق الإنسان الدولي بيعطيه صلاحية للحكم على هذه الأشياء ومثل تلك السياسات، لكنه في نفس الوقت الرجل يتحدث عن أعتقد عن مجمل تحليل ما قاله ترامب في الآونة الأخيرة. لا تنسى أنه في المناظرة الأولى تحدث ترامب عن مسائل أنه منح الشرطة صلاحيات القبض والاشتباه في الشارع، وتحدث عن حالة نيويورك تحديدا التي تم إيقاف العمل فيها بالقانون، كان يسمح بمسألة التوقيف في حالة الاشتباه في الشارع لعدم دستورياته، وصار جدل بعد المناظرة الأولى بهذا السبب. أعتقد أنه التصريحات مسؤول دولي أيضا بتعكس أنه عدم الرغبة في المزيد من الانقسام في بين الغرب والشرق. الأمر الآخر أنه هناك بالفعل كثير من الأحداث المقلقة فيما يخص الملف حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وفي توقيف الأقليات، وبالتالي أعتقد أنه هذا التصريح ربما يتماشى مع الموجة العالمية التي ربما ترفض ترامب في هذه المرحلة. طيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. نستعرض الآن أبرز عناوين الصحف الأمريكية التي تناولت السباق الرئاسي بين ترامب وكلينتون.
أبدأ من نيويورك تايمز التي اهتمت بما وصفته الانشقاق داخل صفوف الحزب الجمهوري بشأن دعم ترامب. قالت الصحيفة إن الديمقراطيين يحاولون الاستفادة من هذه الخلافات بين الجمهوريين. US Today كتبت في عنوان صفحتها الأولى: النواب الجمهوريون يتخلون عن ترامب بأعداد تاريخية. تامبا باي من جهتها قالت: التركيز الآن على فلوريدا، في إشارة لسعي ترامب وكلينتون ونائبيهما إلى كسب التأييد في ولاية فلوريدا التي وصفتها بالمهمة في السباق الرئاسي. وول ستريت جورنال أشارت في عنوانها الرئيسي إلى خطة ترامب الجديدة التي تستهدف كسب الأصوات التي كانت تؤيد كلينتون. أخيرا ميامي هيرالد كتبت: كلينتون تربط إعصار ماثيو بالتغير المناخي. هذه النقطة بالذات أشارت إليها كلينتون في تغريدة لها مصحوبة بفيديو قصير يوضح الفارق بينها وبين ترامب بشأن التغير المناخي. قالت فيه: ترامب يعتقد أن التغير المناخي أكذوبة، بينما كلينتون لديها خطة لتركيب أكثر من نصف مليار لوحة شمسية بنهاية ولايتها الأولى. في الوقت ذاته تفرغ ترامب لمهاجمة النواب الجمهوريين الذين أعلنوا سحب ترشيحهم له، وخص بالهجوم السيناتور جون ماكين. قال ترامب في تغريدة أخرى إن القيود التي تكبله قد تم نزعها وأنه الآن حر، فيما وصفه بالحرب من أجل أمريكا بالطريقة التي يريدها. نختتم هذه الفقرة بالكاريكاتير الذي نشره أحد المغردين عن نتائج المناظرة الأخيرة بين ترامب وكلينتون قائلا: إن النتيجة 50% يكرهون ترامب و 50% يكرهون كلينتون. حدث تطبيق سكاي نيوز عربية للانتخابات الأمريكية، اختر عرض ومن ثم القائمة الرئيسية. لاستعراض كافة الأخبار ومشاركتها عبر منصات التواصل المختلفة، ولمعرفة آخر المستجدات بالصور والفيديو لحظة بلحظة لسباق الرئاسة الأمريكية. أعود إلى ضيفي سيد ساجد وفي عجالة، ونحن نرى استطلاعات الرأي تقول بأن كلينتون متقدمة بعدة نقاط على ترامب. ألا تخشون وأنتم أسستم هذه الحملة أمريكيون مسلمون لدعم ترامب، ألا تخشون من أن تظهروا بمظهر الذين يريدون غسل سمعة سيد ترامب ومعالجة التصريحات التي رآها كثيرون معادية للإسلام والمسلمين؟ هناك شيئان. هو قال وكما أخبرتك، هو بالنسبة للمسلمين هو أوضح رأيه، وهو لديه اجتماع يوم الاثنين المقبل مع المسلمين في الساعة 9، وسيكون لدينا مؤتمر صحفي سيوضح فيه علاقته بالمسلمين الأمريكيين. ودعني أقول لك، هو يجذب المسلمين لأنه لديه إرادة لمحاربة التطرف الإسلامي وداعش، ويريد أن يعرف من أين تأتي الكراهية، وهو يريد أن يحل القضية الإسرائيلية الفلسطينية، بالإضافة إلى أنه ليس سياسيا محنكا حسب تاريخه، وهو عدو لهيلاري كلينتون. هو حقق إنجازا كبيرا في السياسة في وقت قصير، وهو وتيم كين لديهم خبرة الآن، ونحن في هذه النقطة وصل إلى هنا بفضل ذلك. الشعب منقسم بسبب التمييز العرقي الأسود والبيض، وهناك احترام أقل، ودونالد ترامب قال إنه سيعيد وحدة الشعب، وهو سيثبت أنه قادر على إنعاش الاقتصاد وأن يعيد الاعتبار إلى كل الشعب الأمريكي من فيهم المسلمين.
سيد عزة إبراهيم في القاهرة، وأعود إلى عنوان US Today، النواب الجمهوريون يتخلون بأعداد كبيرة عن ترامب. الآن يفصلنا حوالي أسبوع عن المناظرة الثالثة والأخيرة بين ترامب وكلينتون. هل تعتقد بأن هذا الأسبوع سيشهد ربما بين قوسين قنابل انتخابية جديدة لصالح كلينتون ضد ترامب أو العكس؟ أنا أعتقد أن الظاهرة اللي داخل الحزب الجمهوري أعتقد أنها ظاهرة ربما تكون نتيجة طبيعية للمسائل الأخلاقية التي ظهرت في الأسبوع الأخير. مسألة أنه خروج الجمهوريين بهذه الأعداد والتخلي عن دونالد ترامب أعتقد أنها مسألة ربما تصب في صالح هيلاري كلينتون، لكن في نفس الوقت لدينا قاعدة جمهورية ليست هينة تدعم المرشح الجمهوري وما زالت تقف وراءه، خاصة في المسائل المتعلقة بالاقتصاد والمسائل الاجتماعية. هناك ربما بعض القلق في بعض الولايات مثل الولايات المتأرجحة بشكل عام. اليوم تتحدث الصحف الأمريكية عن جورجيا وأريزونا باعتبارهما من الولايات التي ربما يشهد فيها تراجع للمرشح الجمهوري والتصويت للجمهوريين. هناك مسألة أنه البعض المرشحين رفعوا لافتات بتدعو الناخبين إلى التصويت لهم في انتخابات الكونغرس الأمريكي من أجل أن يقفوا في وجه هيلاري كلينتون، وهو ما يعني أن هناك ربما تكون هناك اتجاه للتسليم بمسألة أن هيلاري كلينتون ربما تكون هي الرئيسة القادمة، وبالتالي يريدون للجمهوريين أن يحتفظوا بالأغلبية في الشيوخ والنواب. شكرا جزيلا لك المدير السابق لمكتب صحيفة الأهرام في واشنطن الأستاذ عزة إبراهيم، كنت معنا من القاهرة. والشكر طبعا موصول لضيفي في الاستوديو مؤسس حملة مسلمون أمريكيون لدعم ترامب السيد ساجد ترار. بهذا نختم نافذة اليوم المخصصة للانتخابات الرئاسية الأمريكية. موعدنا يتجدد معكم غدا في تمام 9:30 مساء بتوقيت أبو ظبي، 5:30 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.